لا يسعني إلا أن أبدأ قولي باسمه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما أفلح من توكل على غيره وهو العلي العظيم. سأقول ما عندي وأنا بعواقب قولي عليم. سارد قصتي في كليتي دون تأخير ولا تقديم. في الأولى قالوا لم تصلوا هنا إلا لكونكم أوائل الإقليم. منذها وكأن علينا دفع ثمن خطأ قمنا به جسيم. فقبل حسني لم نكن لنعلم أن للنسيج الضام قدرة على التنويم. وغسان حيث السعة لا تكفي لشرح المستقيم. وسمر التي أعطتنا مع علامة النجاح في المساق برنامج التطعيم. أما عبد الرحمن فتعلمنا عنده أن جسم الإنسان حتى قبل أن يمرض جحيم. كل هذا ولم أدخل بما تركت فينا العضوية الكيمياء العضوية من كسور للترميم. أما في الثانية فلم تلهوا من دراساتكم إلا سنة فكفوا عن البكاء كالحريم. فإياد حيث لا بد لكل تفاعل من إنزيم، ناسيا أن لتفاعلنا مع الكتاب حاجة للتشحيم. وخليل لا تدافع عن نفسك فخطأك اليوم جسيم. وغسان الذي عاد ليعلمنا التطور الجنيني وعاد معه النواح واللطيف. رحلتنا في الثالثة اختلفت، فكل ما مر قبلها عشناه في نعيم. فإخلاص اسم على مسمى لإخلاصها في التعليم. وعلم الأدوية، علم الأدوية علم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما وليد فنبدأ مساقنا بمن الذي قتل عبد الحليم. ولا تنسوا أن لأربابه طريقة خاصة في عرض الجراثيم. وينهي حسني حياتنا بسؤال امتحان لم أصل لإجابته وقتها إلا بالتنجيم. مريض في القلب ضربته شاحنة فما سبب وفاته المليم. سامحوني نطلت عليكم فما مررنا به ما لهم التحجيم. أقول ولا تكفي كلماتي لوصف ما حدث في هذه الفصول. ثم بدأنا المرحلة السريرية، مرحلة التعرف على المستشفى والسماعة ولبس المريول. سمعنا اسما حكيم ينادى به الجميع، يصدي في ممرات المشفى في طياته مكتوب لذوي العقول. يقال النساء أولا فلست المسؤول، فطباء النساء لديهم الكثير من الكلام المعسول. فيصف لنا فيها عادل أمراض النساء، بقلمين، وبهذا محاضراته تطول. ويعلمنا سمير كيف نعامل المرضى بشكل آمن علمي وللقانون مقبول. ويدخلنا سعيد لغرفة عملياته، وإن أخطأت فأمام المحكمة عليك المثول. أما مع الأطفال فالطبيب فيها برأيي من الطيب مجبول. في ممرات المشفى يصول ويجول، يعاين الأطفال من وزن محيط رأس وطول. فحسن يضللنا بمرضاه
وفي النهاية يخرج بتشخيص غائب عن العقول. وعماد يأمرنا بفحص الأطفال فحصا هادفا وحسب الأصول تارجت الإكزام. ومنساء تشرح لنا السوائل صباحا، فنخرج كأن فطارنا كان يومها من الحمص والفرق. وما يزيد الطين بلة، طالب معك في المحاضرة من النوع السؤول. والسلطان ينهي درسه في فقر الدم، ومن فقر معلوماتنا يصيبه الذهول. فبين هذا الطبيب وذاك تنتهي رحلة القميص المبلول. وأما الجراح فهي في الطب قصة الجندي المجهول، يقضي الساعات في غرفة باردة، وبالمشرط يفعل اللا معقول، فعبد الله في المناظير من الأصول. وعبد الكريم في الجراحة بحر، وفي الامتحان يظهر ما أقول. وأما خالد فلا يوجد في بلادنا مريض إلا وإليه أول. ومحمود فعنه يكتب قصائد يسير. تبدأ هنا وتنتهي في اسطنبول. وبرأيي فهو صاحب حق، لا يرى أمامه حقا إلا وعنه يقول. بينما في الباطنة فالطالب راع وأمامه من الطب سهول، لا يترك منها شبرا إلا وزاره ليسجل في الكشكول. وكأنه سينقذه، فعندما يسأل ليس أمامه إلا لا أعرف ليقول. ويكفيه علمه بقلة علمه كمحصول. منهم رياض مع دمه يجري دم للعلم مفصول، ولتعامله مع المرضى سر إن رأيته لمعرفته سيصيبك الفضول. أما يونس ففي حديثه عن القلب قلب للعقول. وقصي يجلسنا في عيادته وعن التهاب الكبد حديثه يطول ويطول ويطول. وشهاب صنع من هاريسون والمجلة الطبية في الطب محلول. وأي جواب يخرج من إناء غيره فهو غير مقبول. وسحر التي علمتنا النظر إلى أي حالة مرضية نراها بفضول، ولحالة القلب اليميني التي امتحنتنا بها قدرة على غسل العقول. وأما الأعصاب فادخلها إن أردت عن الطب العدول، فأعراضها صعبة وكل مرض فيها من جميع زوايا الطب مأهول. وفيها طالب فهو في الأعصاب سيف مسلول، فإن دخل له مريض محتاج لعند غيره الدخول. وله مع وليد تحية خاصة مني، فدونهم لأصبحت أطروحتي نصا غير منقط ولا مشحون. ونهاية أود أن أشكركم جميعا، آباء أقرباء زملاء وأطباء، وأمل أن لا تكونوا اعتبرتم ما قلت إهانة أو استهزاء، بل العكس، فلم أقصد به إلا الشكر التقدير والثناء لمعلم. لمعلمينا هم لنا أمثالا وعلينا بهم الاقتداء. وأمل
وأمر ألا أضطر لتقديم طلب استرحام ورجاء، وألا يصلني من الكلية كتاب استدعاء. فكما تعلمون أنا مهما فعلت أبقى من أبسط البشر ومن الأبرياء، ولا ننسى البروفيسور صاحب الفكر البناء، والذي لم تسمح لي نفسي أن أنابه باسمه، فاعذروني فهي من غرائز البقاء. ورغم أننا لم نحظى بفرصة تعلم الطب منه، لكنه علمنا ما لم نتعلم في محاضرة الكيمياء والأحياء. ولا يحضرني في هذا الموقف إلا ما قاله الإمام الشافعي، مذكرا إيانا أن ليس للطبيب قدرة على الإحياء. قال: طلبوا لي طبيب الورى، وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان، هذا ليعطيني الدواء وذلك ليجعل فيه الشفاء.